دكتور أبو الزبير معكم مشفى الهلو باسم المجلس الطبي لمدينة حلب. نحن مشفى الهلو نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة سامز عامل دفعت لنا من أجور ورواتب أطباء وموظفين في مدينة حلب وهو بقيمة 7000 دولار لقاء الشهور الرابع والخامس والسادس والسابع وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء. بارك الله فيك. يعطيك العافية. الله يبارك.